السلام عليكم. ممكن تمشوا معنا فيديو لحدك ما تحس بالراحة من هنا بداية الفيديو. أو لو تشترك في القناة أسئلة 300 مشترك بضغط لايك. أنا أسئلة أكبر عدد من اللايكات في بداية الفيديو. معانا مشهد مية بتنزل من فوق تنزل جوا كوباية. واو، دي بتنضف القطر، بتنضفه، دي بتنضف الكيبورد، بحط مادة لزجة تلزق بروح شايل حتى النسخة اللي فيه. واو، دي بتمشي فيها رباها. طب ايه فايدتها بقى ما تمشي احسن؟ مش عارف ايه فايدتها. دي شكل بيحلزوني بتنططوا، دي مريحة زجاج زي الجزاز كده، هو النازل انت بتشوفه من فوق العمارة اهو. دي بتعمل ليزر، بتنضف الليزر. واو، بتنضف. دي مريحة برضو في الصين، الحمد كلها في الصين. دي مريحة برضو، بص بتزحلق عليها. دي في مروحة بتعمل بتاع ازاي؟ مروحة تحليل تخلي بتاع تلف. واو، كأنه بيجري، أكنه بيجري على طول. كل ما يرفعها لفوق بيعمل شكل، بس كل ما يرفعها لفوق دي بتشيل الذرة، الذرة بتروح شايلاه. واو، مدى الواحد يعني فرطها بيده. لا دي بالآلة، دي بيعمل شكل دائرية وأكنه برجع يعملها بيدي، بيعملها بيدي. دي اسمه بالونة، بالونة. واو، دي بيربط المسمار، بيربطه بالحبل بدل المفتاح. تعمل حبل على ليك بروح شاده وتروح لها. ايه دي بقى؟ مش عارف. دي السكاكين عملها بيديه، بتروح ثابتة على طول، عملها بتروح ثابتة على طول. دي بدق المسمار في الحيطة. ايه المسمار ده كله؟ ايه المسمار ده كله؟ واو، عمال ياخد فيهم. دي حمام بكانية، عامل شكل حتى لو هتنشف هيكون عامل زي جدار بوابة زي جدار صور. دي بالونة برضو، في ناس بتخش جواها مش عارف ازاي. دي بترص الكوبايات، بترصهم. واو، بص بترصهم ازاي. دي بتلف، دي يويو ولا ايه دي بتاعها؟ بس دي مرة دي بنزل المية، بنزل ازاي؟ اكنها دوامة، اكنها دوامة جوا بتاعت الفلتر. دي بيرسم على الحيطة، بس التنين. واو، دي فستانيين. دي برضو بيرسم على الورق الصغير، بيرسم عليه. واو، شوف هيرسم شكل عامل ازاي، هشوف شكل عامل ازاي. واو، شكل انسان، انسان. واو، دي برضو عامل زي الاندومي، دي عامل زي الاندومي برضو. واو، دي برضو بيقطع مع الواي ولا سنايب. ودي مادة نططية، دي مسامير عشان تثبت مش تتخلي خالص. دي برضو في الآلات عشان مش تتخلي عمال تنكسر. واو، دي بينظم اسمه ايه، بيقشرها. واو، دي برضو بيرسم على الأرض، تعمل متعثر صحي. واو، عمل وردة، عمل وردة. دي خرز جوا الحبال، خرز. واو، دي خرجها بيعمل بتاع مخروب على طول، بتاع مخروب على طول. واو، وصفة السكة على طول بعد ما خرجها راح نفسيها على